يقول: أنا موظف بإحدى الوزارات ومديري في العمل أجاز لي عدم الدوام لوجود عقد مع إحدى الشركات ووجودي صوري فقط وفي بديل. هذه المسألة وهي قضية أن المدير يسمح، أنا أتصور أن المدير أو المدراء ينقسمون إلى قسمين. إذا كان هذا المدير هو صاحب الشركة ومالكها، يعني قطاع خاص، زين، وهو اللي يعطيك الراتب، زين، فهو يملك أن يقولك لا تداوم، قاعد ببيتك ما نعطيك راتبك، بشرط أنك ما تأخذ من الحكومة بدل شنو يسمونه الدعم عمالة. طيب أنا عندي شركتي، تعال يا سعدون، تعال يبا هذا، أنا قاعد ببيتكم بعطيك كل شهر 100 دينار، كيف فلوسي؟ طيب ما بيك الدوام، مثل ما تصدق حق أي واحد، تكفل أي إنسان، تقول له يبا أنا مسؤول عنك من راسك لك رياسك، أبدا، أنا أصرف عليك كل شهر لك مني 250 دينار، بحول لك 250 دينار، وما بيك الدوام عندي وش؟ ملكه، لا يلام الإنسان في ملكه، لكن إذا كان هذا المدير مؤتمن، يعني ليست الشركة له، قد تكون شركة خاصة لك ليست ملكا له، أو تكون شركة عامة اللي هي الوزارات وغيرها الحكومية، لا يجوز له أن يقول له لا تداوم، ما يجوز. وإذاك هذا المدير يعجز أن لو سئل أو كذا يعجز أن يقول له هو ما يداوم وأنا بي ما يداوم مستعد أعطي الرات، مو صحيح، وإنما يكتب له حاضر هذا ولا لا، أو يقول له وقع عن أسبوع كامل. طيب ليش يوقع؟ لا يوقع، واكتب غايب وخلي تروح هناك الوزارة يخصمون عليه ويمكن يفصلونه من العمل، لكن يقعد يكتب له حاضر، صح ولا لا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز. والمدير لا يملك ان يقول حق واحد لا تداوم وقعد ببيتكم وان وجودك صوري، ما يجوز هذا ابدا. لان واذا كان ياخذ دعم عماله حتى لو شركه خاصه وياخذ دعم عماله، دعم عماله ما اعطي له الا لانه يعمل ويحضر. قضيه انه صوري يظل صوري، يشتري له كرسي 3 دنانير ويقعد هناك ويراجع كتب، يقرا، يحفظ القران، كيف بس يداوم؟ ليس له الحق ان يقول اعفاني، لكن يستاذن يوم يعني اثناء العمل يستاذن يروح يقضي شغله ويرجع، هذا طبيعي. لكن كل يوم ما يداوم ويقعد بالبيت يسجلون له حاضر ويعطونه معاشه كامل، هذا لا يجوز، هذا تلاعب، هذا تلاعب لا يجوز. حدثني احدهم يقول كان في موظف، يصير نقول وين، ها، يقول في البلديه، زين، يقول موظف بلديه، يقول جاء قدم اجازه عند المسؤول، فجت لي اجازه عند المسؤول يبي يوقعها على اساس اجازه شهر. المسؤول يقول جيت اوقع طالع، قلت انت تداوم عندنا؟ قال كان صار لي سنتين هنا، اول مره اشوفك، انا صار لي سنتين مسؤول في هذا المكان، اول مره اشوفك، اكيد انت تداوم عندنا؟ قال ما عمري شفتك. قال تدري انا عندي نادي والعب كره كذا. قال خير ان شاء الله، موفق ان شاء الله، شو المطلوب الحين؟ يقول لا بس قال شنو الحين بتحلل معاشك؟ صار لك سنتين ما تداوم، قال شنو مفهوم الاجازه؟ قام الشركه قال روح كمل 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 على دربك. فالقصد ان يعني هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. اتصلت بي امراه تسالني، قالت انا داوم بجمعيه تعاونيه من سنتين، تقول والله ما ادلها الجمعية ولا أعرف مكانها، وزوجي شرطي عسكري، ما أدري قالت الحرس أو جيش أو شرطة ما أدري، نسيت الحين لأن واحد قديم، قال زوجتي من سنتين قايل للضابط اللي عليه قال لا تداوم. قلت له يبا أنتوا قاعد تأكلون عيالكم حرام، قاعد تأكلون حرام، لا أنت ولا زوجك، ما يجوز. يا جماعة الخير علينا نتقي الله تبارك في هذه القضية. كثير من الناس اليوم نسمعهم يسألون مثل هذه الأسئلة، مسؤولي قال لي لا تداوم، مسؤولي أعطاني يومين، بروح الحج، رحت حق مسؤولي قلت له بروح الحج قال خذ يومين، بروح العمره وما عندي رصيد قال لي خذ لك يومين، كل هذا حرام، لا يجوز. خذ من رصيدك حتى لو خصموا عليك لو كذا، بس ما يجوز مسؤولك يعطيك يومين ما يملك، لان راح يسجلك حاضر وانت ما حضرت اصلا، هذا لا يجوز، حرام ان الانسان يسجل حاضر هو ما حضر ويسجل مداوم هو ما داوم، كل هذا من اكل الاموال بالباطل. الذي أعرفه أن الوزير لا يملك أن يقولك لا تداوم، بعد في علم الوزير، الوزير ما يملك أن يقولك لا تداوم، زين. الحين بعض الناس عند أعضاء مجلس الأمة مثلا يأخذ ينتدب عنده يقول له روح ادرس برا، هم هذا حرام لا يجوز، وهذا أكل بالباطل، المال هذا حرام ما يجوز أبدا.
عين اتق الله تبارك وتعالى، ناكل لقمة حلال. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، قالوا مطعمه حلال ومشربه حلال، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. فهذه المسألة لها تقوى بالخوف من الله تبارك وتعالى، مراعاة لهذه القضية، والله المستعان.